السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا في مقهى المواطنة اللي ستشرف عليه حركة المواطنون وبشراكة مع الحكومة المغربية اللي تيجي في واحد الإطار ديال تقديم الحكومة نصف ولايتها. سنعرفوا على أن دازت عامين ونص من الولاية الحكومية، دار واحد العدد ديال المنجزات على المستوى يعني ديال مختلف القطاعات، وكذلك كاين مازال هناك تحديات. الفكرة اليوم تجي من بعد ما حركة المواطنون دارت واحد جوج ديال الجولات وطنية في 12 جهة ديال المملكة في هذه السنتين الأخيرتين، اللي تلقينا فيها آلاف ديال المواطنات والمواطنين في كل ربع المملكة، اللي ناقشنا معهم وسمعنا لهم الاحتياجات ديالهم، وكذلك اللي اقترحوا واحد العدد من الحلول واقترحوا واحد العدد من التصورات ديال كيفاش يشوفوا التنمية في المغرب. اليوم تنتلقاو أعضاء الحكومة المغربية اللي تنشكروهم على تلبية الدعوة، وبشكل خاص تنشكروا السيد الوزير اللي حاضر معنا اليوم واللي تنتشرفوا بالاستضافة ديالو، السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اللي شرفنا اليوم في هذا الدوار ديال تيزين وشك اللي خطى خطوات كبيرة على المستوى ديال التنمية المحلية بالمبادرة ديال الناس ديال 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 الدوار. باش ما نطولش عليكم غادي نعطي الكلمة للسيد أحمد بن عبادجي رئيس جمعية المواطنون باش يهضر لنا على هذه المبادرة في أي إطار تتندرج، ومن بعد نعطي الكلمة للسيد الوزير اللي تنشكره مجددا. شكرا عزيز العرب. عندي واحد لو ديسكور، ما تخافوش كاين غير جوج اوراق. مرحبا بكم، وكنشكركم على حضوركم اليوم. كيشرفني نمثل حركة المواطنون التي هي جمعية مستقلة تأسست عام 2016. الهدف ديالنا الرئيسي هو تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في النقاش العمومي. هذه المسألة كنعتبروها ضرورية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ودامجة في كل جهات وأقاليم المملكة حتى في أصغر الدوار. التزامنا كيتمثل في تقوية قدرات الشباب والنساء والفاعلين الترابيين باعتبارهم الركائز الرئيسية للمجتمع، التنقيب على الدينامية الصاعدة والعمل على مواكبتها، وثالثا وأخيرا الترافع من أجل سياسات عمومية أكثر إدماج واستدامة. حنا جد سعادة اليوم بانطلاق الحوارات المواطنة في جميع أنحاء المغرب. هذا البرنامج كيهدف لتوفير مساحة للنقاش بين المواطنين والمواطنات وصنع القرار. اليوم احنا في سياق مهم كيتميز بوصول الحكومة المغربية لنصف ولايتها، وهي لحظة مهمة باش نتعرفوا على منجزاتها. كيلعب المجتمع المدني وخاصة حركة المواطنون دور مهم، فاحنا ماشي مجرد ملاحظين بل فاعلين في التغيير وشركاء في عملية التنمية. كاملين غادي نبنيو مغرب فين كل صوت عنده قيمة، وفين يمكن لكل واحد يساهم في تشكيل المستقبل. شكرا سيد الوزير على قبول دعوتنا وإيمانكم بهذا المشروع. فنشكركم ضيوفنا الأعزاء على مشاركة الفعالة في هذه الحوارات، لأن متأكد أنها غادي تكون غنية بالدروس، خاصة السكان ديال دوار تيزين وشك اللي كيمثلوا نموذج حقيقي للتنمية المحلية. وشكرا جزيلا لفريق جمعية المواطنون وسفراءنا الأعزاء على التزامكم وتفانيكم من أجل المغرب أكثر شمولا واستدامة. وشكرا. شكرا سي احمد. ودابا غادي نعطي الكلمه للسيد الوزير
باش يعرض لكم اهم المنجزات في القطاع اللي تيشرفوا عليه في المجال يعني ديال الفلاحه والتنميه القرويه الاخر. تفضل سيد الوزير. شكرا جزيلا. اولا بغيت نحييكم جميعا وبغيت نقول لكم بان جد سعيد باش نتواجد معكم اليوم في هذا يعني الدوار اللي هو دوار يعني راه كيبان دوار نموذج. بغيت نحييكم على هذه المبادرة اللي هي مبادرة طبعا فريدة وعندها الخاصية ديالها وكتساهم في إغناء الحوار، ولكن ماشي غير الحوار، إغناء يعني السياسات العمومية بالأفكار. وراه ما كاينش حتى حاجة ما يمكن لها تعوض سياسة القرب والحديث مع اللي كيهمهم الأمر والمواطنين، وهذا وخصوصا فيما يخص يعني القطاعات اللي كنشرف عليها، واللي أنا المنهجية العمل اللي كناخذها في الوزارة هو العمل ديال الميدان والاستماع ل يعني المواطنين والمستفيدين يعني في بالمشاريع اللي كانت كتجي في إطار تنزيل ديال السياسات العمومية. فهذه القطاعات الإنتاجية غادي نطرق للفلاحة، الفلاحة والصيد البحري وكاين الغابات كذلك والعالم القروي بصفة عامة. الفلاحة عندها واحد الرؤية ديالها واللي جات في المخطط ديال المغرب الأخضر، واليوم جات في استراتيجية الجيل الأخضر 2020. شنو هي هالشي ملي كنهضروا على الاستراتيجيات؟ ماشي شي حاجة اللي يعني اللي كتبان بعيدة ولا لا. استراتيجية هي اش غادي نديرو على الصعيد الوطني في الفلاحة واش غادي نديرو على الصعيد ديال كل منطقة. هذاك هاد الاستراتيجية كتنزل على كل جهة بواحد المخطط جهوي، وهذاك المخطط الجهوي كيتنزل على المخطط الإقليمي. كل إقليم كنعرفو شحال عنده. والأهمية باش تكون عندك واحد الرؤية هو كتعرف اشنو هو الميزانيه ديالك على 10 سنين، ماشي غير على كل سنه. الا ما عندكش الميزانيه واخا كدير المشاريع وهذا وما عارفش فين راك غادي، راه ما غاديش توصل. ولكن ملي كتقول بانه عندي ميزانيه مثلا على الصعيد ديال الجهه ديال مراكش اسفي ديال 17 مليار ديال الدرهم ولا 18 مليار وغادي نقسمها على الاقاليم، ها كل اقليم، ماشي كنقسموها غير كومسا، لا، كنمشيو في الميدان وكنجيبوا الحاجيات وكنشوفوا هذيك الحاجيات شنو هي الميزانيه اللي خاصه باش نتجاوبوا معها. دونك هذه الاستراتيجيه كتخلينا باش كتكون الرؤيه طبعا على التنزيل الحكمه، ولكن كتكون الرؤيه حتى عند المواطن، حتى عند الفلاح، حتى يعرف مثلا في الدوار ديالو ولا في الجماعه ديالو اش غادي يدار عنده وكيساهم في داك الشيء. اش خصني هذا وكيقول لك لا الطريق انا ما بغيتهاش هنا، راه بغيتها هنا، خصني نقطه الماء، خصني هذا. انتم كتشوفوا واحد الوحده ديال التثمين ديال التين اللي هنايا اللي ملي جاوا المصالح ولقاو بانه كان خاصهم هذاك يعني التجهيزات ديال هذاك الوحدات، داروا هذاك الوحده لان كاين يعني هي الحكمه باستجابه للطلب ماشي الحكمه بالعرض، يعني غير كدير وكتقول هاك لا، كتقول المواطن شنو خاصو وكيفاش ننزل. دونك هذه هي المقاربه اللي عندها في الفلاح. القطاع الفلاحي ديال بلادنا راه هو اللي كيشغل 38 حتى 40% تاع الشغيله على الصعيد الوطني. كتاخذ مناطق مثلا المنطقه ديال الاقليم ديال الحوز، اشنو كاين من غير كاين طبعا السياحه، ولكن راه اللي كيخلي الناس كتستقر وهذا راه هو ذاك الفلاحه، هو ذاك الشعير اللي كيدير، هو ذاك التين اللي كيتمروه، هو هذاك. دونك حنا الاستراتيجيه كتاخذ بعين الاعتبار هذا الشيء وكتنزل المشاريع بناء على هذا طبعا الخاصيات ديال كل حاجه. انتم الدوار ديالكم هذه الجماعه ماشي هي الجماعه اللي كاينه في قلعه الصراغنه. انا البارح كنت في قلعه الصراغنه وفي الرحامنه، طلقنا مشاريع، غرسنا الهنديه، غرسنا سميتو المشاريع ديال الغرس ديال الهنديه وديال الخروب وديال
انتم هنا حاجه اخرى كاين المنطقه ديالكم فيها باقي فيها الانتاج خص تعرفوا بان هذا الانتاج اللي كنشوفوه هنا ما شفتوش البارح ولو البارح في المناطق الاخرى خاص تثمين الا كان التفاح كي مثلا في المنطقه ديال الحوز هي يعني مهم خاصنا نديروا لي فريغو الناس باش داك الثمن ما يبقاش يبيع بداك الثمن التثمين خص يبقى في عين المكان وباش نديروا داك الفريغو خاص تكون عندي الضوء خاص تكون الطريق خاص تكون يعني اللي يكون الماء دونك هذا الشيء مع التنميه الفلاحيه كتتبع التنميه القرويه هي هذا الشيء ديال البنيه التحتيه اللي هي جد مهمه وربما غادي نذكروا عليها فاستراتيجية اذا هذه من 2020 وحنا كنزلوها وفي اطار ديال الحكومه طبعا هي الاستراتيجيه اللي كنزلوها وعارفين فين غاديين واللي غادي هي اللي تاسسنا الامل الغذائي ديال 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 بلادنا فيها مشاريع اللي كبرى مثلا كتسمعوا على الماء اليوم ما اشكاليه كبيره في البلاد دونك عندنا 60% ديال الاستثمارات ديالنا كيمشيو للماء شنو كنديروا في الماء كنديروا السقي هذاك السواقي غير باش نعطي كاين السقي كبير اللي كيجي من السدود كبرى وهذا وكاين فيها تجهيزات يضروا فلاحيه وهذا كنمشيو للتنقيط لان خاصنا يعني نقتصدوا في الماء اليوم على الصعيد ديال بلادنا وصلنا 850 مليون 850 الف هكتار اللي هي مسقيه بالتنقيط على الصعيد الوطني وحنا في البلاد كلها عندنا 1,600,000 يعني احنا اكثر من 50% وعندنا في المناطق بحال ديال هنا اللي عندنا السقي الصغير والمتوسط فيها العيون فيها ليبيار وهذا تماش كنديروا كنديروا السواقي باش الماء ما يضيعش في التراب دونك رايت ما وحتى هنايا بغينا نمشيو في المستقبل حتى هنا نديروا التنقيط كاين الامكانيات كاين الهندسه اللي كتسمح لنا باش نوصلوا لذاك الشيء وهذا ولكن رايت ما نوصلوا لذاك الشيء خاصنا نديروا بعد هذاك الماء اللي كيجي ملي كيجي واحد يبغي يسقي هذا الماء ما يجيش في ديك الساقيه ديال التراب خاص نديروا له يعني البيتون باش هذا عندنا راه هضرت على هذه الاشكاليه ديال التثمين ديال المنتوج اللي خصنا الوحدات ملي كتشوفوا هذه الوحده ديال التين راه عملنا الفريغو ديال التفاح حنا غادي نعملوا فريغو اخر ولا زوج في المنطقه وخصوص المنطقه اللي قاسها الزلزال وغادي نرجع لها كاين الاشكاليه ديال فك العزله فك العزله على الساكنه يعني دابا هنايا هاد الدوار شنو هي راه من ربما نسميه واحد الجنه من الجنان ديال اللي عندنا ولكن المشكل ديالها هي الطريق هاد الطريق يعني الاولويات خصها تكون لهذه المناطق لهذه دونك الاستراتيجيه الفلاحيه داخله فيها هادشي كله داخل فيه بصفه عامه هادشي وكيفاش تكون عندنا الاستدامه شنو هي الاستدامه خصنا الموارد لا الماء ولا التربه تخلينا باش دائما ننتجوا ونرفعوا من الانتاج لان الانتاج اليوم خصنا نرفعوا منه علاش لان المغاربه كيتزادوا راه كتكبر يعني البلاد كتكبر ولكن في نفس الوقت هذاك الموارد باش كننتجوا الماء والتربه كينقصوا دونك كيفاش خصنا نحافظوا عليهم باش نبقاو بنفس يعني بمتر مكعب ديال الماء ننتجوا اكثر وهذه هي التقنيات والتكنولوجيات اللي كنزيدوهم وهذه هما الدعم اللي كنعطيوه للفلاحه باش كي يحاولوا يديروا التحديث ديال المنظومه ديالهم دونك الجانب ديال الماء اشكال يعني 60% ديال الاستثمارات كتمشي للماء عندنا السلاسل الانتاج راه هضرت عليها لا الحيوانيه ولا النباتيه كيفاش نثمنوها احسن كيفاش المدخول ديال الساكنه وديال الفلاحه يكبر كيفاش نجلبوا الشباب باش يمشيوا للانتاج والشباب نتوما كتعرفوا اليوم راه كيعرف كل شيء شنو جاري في العالم دونك خصو يلقى عنده كل يعني البنيه التحتيه ويلقى التليفون يلقى الانترنت عنده يلقى هذا الا كان عنده هالشيء راه ما عنده ما يدير وعنده المدخول ديالو في الباديه راه ما عنده ما يدير في في, 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 في المدينه انا هالشيء راه كنهضر بزاف مع الشباب خصوصا كنت في المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره المهندسين اللي كيتخرجوا من تما وهذا دابا كنتلاقاهم
وعندنا مؤسسات تعليمية أخرى اللي كيخرجوا تقنيين. البارح راه شفنا وحده في الرحامنة في سيدي بو عثمان واللي غيتخرجوا فيها يعني عدد ديال يعني التقنيين والمؤهلين. دونك هذوك خصهم يلقاو في العالم القروي واحد يعني واحد المجال جذاب. يقول علاش غادي نمشي للمدينه؟ راني عايش مزيان وهذا المدينه كيمشي لها غير باش كيتسرى غير باش كي هذا. ولكن وبغينا كذلك نمشيو بعيد حتى الضوا ورحال هذا. تلقى الشباب يلقاو مثلا المرافق، يلقاو ملعب ديال الكره، يلقى فين يتلاقى، ويلقى مقاهي اللي تكون حتى هي في الدوار. يلقى دونك هادو هما يعني المسائل الكبرى اللي كتخدم عليها اللي كنخدموا عليها في الاستراتيجيه واللي كتنزل بصفه يعني مبرمجه. كل عام كنعرفوا واش غادي نديروا وكل جماعه كنعرفوا شنو خصنا نديروا فيها. وطبعا كناخذوا بعين الاعتبار هادشي اللي كيجي العوامل ديال الظرفيه. حنا كتكون غادي في واحد المشروع ولكن كتجي لك شي حاجه. احنا جا زلزال الله يرحم الموتى وقواه هذا، ولكن خذينا واحد العبره من هذاك من الزلزال باش نعاودوا البرنامج ديال العمل في الحوز. كتفناه وعاودنا فيه الرؤيه في بعض الجوانب وعرفنا اشنو هما المسائل والابعاد اللي خصنا نسرعوا فيها واللي خصنا نعطيو لها الاولويه. وهذا ف يعني ما غاديش غادي نخليكم باش تعطيوا لي الاسئله احسن. كلمه نختم على الحوز. الحوز عندنا فيه برنامج نتاع كما قلت نتاع الفلاحه، راه تقريبا 3 مليار ديال الدرهم على 10 سنين ديال يعني القطاع الفلاحي. فيه سلاسل الانتاج، فيه هادشي ديال التثمين، فيه وعندنا البرنامج ديال فك العزله. هذا البرنامج ديال فك العزله الجهه كلها فيها 5.6 مليار ديال الدرهم، والحوز بوحده فيه مليار ديال الدرهم. واليوم هذا المشروع راه كمل. راه كثير من الطرق اللي كتشوفوا من لي بيست وهذا ومن المدارس الجامعاتيه راه جاوا من داك برنامج ديال فك العزله، وهو باقي يعني باقي ما يعني كملت ديك الفتره، ولكن المشاريع اللي تلقات باقي خص هذا الوقت باش غادي تكمل وتعطي يعني التاثير ديالها على الساكنه. الحوز يعني الزلزال من بعد تدخل ديال الوزاره كان فيما يخص يعني اعاده البنيه ديال النظام ديال الانتاج. يعني الناس ها احنا لقينا لهم السكنه، احنا لقينا لهم يعني الادويه وهذا، ولكن الناس راه ما خصهمش يبقاو هكا، خصهم الخدمه. راه الناس خصها الانشطه الفلاحيه خصها ترجع. دونك مشينا لهذا الشيء 610 مليون اللي اعطيناها لهذ المناطق واللي كلها تصرفات، المشاريع كلها كملات. اللي كان فيها السواقي اللي تهرسوا كلهم تصاوبوا، هذوك لي بيست اللي كانوا على الفلاحه كلهم تصايبوا. عندنا فرقنا الاغنام والماعز على الناس، لانه كاين اللي ضاعوا له الامعاء الماعز والغنم وهذاك هو الثروه ديال الانتاج ديالو. فرقنا الشعير بالمجان لان كان خص الاعلاف ديال الشعير، وفرقناه لواحد المده طويله حتى دازت هذاك الشيء البرد وهذا. وحتى الان كاين بعض المناطق اللي باقي هاد الاغنام وهذا باقي كتفرق لهم، لان تيقول لك اودي راه ما عندي فين نديرها، خليني حتى ندير الزريبه وداك الشيء، ولكن كيعرف بان غادي تجي له وراه كاينه. ف يعني كان برنامج ناجح. كان عندنا تدخلات في القطاع الغابوي، يعني بعض ديك التربه اللي كانت الانجراف ديالها تحدات منها وهذا. والعمل يعني متزايد. واليوم البرنامج العمل في الحوز غادي يتزاد يعني الميزانيه ديالو، وغادي يتزاد يعني فيما يخص التكثيف في الاعمال وفي الاشغال، وخصوصا في هذا الشيء ديال فك العزله اللي كان الخصص كبير. فشكرا لكم، نطلع لكم. إلى
السلام عليكم، تحية تقدير سيد الوزير، شكرا لكم بزاف على هذه الزيارة وهذه المبادرة القيمة. تحية مماثلة للجمعية اللي قامت بهذه المبادرة القيمة، شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم عندنا في المنطقة ديال الاستفادة. عندي واحد السؤال، بحكم ان الجمعية ديال شباب طمزندرت اللي كانت رأسها كنشتغلوا على واحد المشروع ديال السقف التنقيط الموضعي من سنة 2019، يعني منذ تأسيس الجمعية. دابا كملنا الدوسي، درنا الدراسات كلهم، لي بلون لوتيود كلها، عندنا فيها 31 هكتار، وعندنا فيه 6 منصب شغل دائم، وعندنا فيه الموسمي، وعندنا فيه في المرحلة الثانية فيها 64 هكتار. ودابا حاليا وقفنا على داك الشهادة الإدارية هي اللي خاصنا في الدوسي باش ان شاء الله ينزل الوجود. شكرا لكم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. انا تنفرح وتنشكر السيد الوزير على الزياره ديال المنطقه ديالنا، وتنشكر الجمعيه ديال سيتويان اللي واقفه على هذا التنظيم، ويعني وهي اللي كانت وسيط بيننا وبين السيد الوزير باش يحضر في هذا اللقاء. وتنشكر كاع الحضور اللي قبلوا الدعوه ديالنا باش يحضروا في هذه المنطقه، من سيتويان، من الجمعيات، من التعاونيات ديال المنطقه ديال الحوز. تنشكركم جميعا وتنقول لكم مرحبا بكم. انا اكثر من عوض ما نطرح السؤال غنهضر على داك الشيء اللي درنا ونشوف داك الشيء اللي يمكن باقي. حنا بالنسبه للجمعيه ديالنا تاسست في 2011 من اجل حد من الهجره القرويه، لان شفنا الناس بداو تهاجروا المدينه، وملي درنا الدراسه علاش نتهاجروا لقينا ما عندهمش التعليم، ما كاينش الماء الصالح للشرب، الطريق ما كايناش. حتى 2013 عاد تحلات، يعني كاين شي عوامل اللي خلات الناس باش يهاجروا. والدور ديال اسميتو الاساس ديال الجمعيه عايش السات هو باش تحد من هاد الهجره ونشوفوا الناس شنو خاصهم باش يبغاو يبقاو في بلادهم. وملي درنا الدراسه لقينا خاصهم 32 مشروع باش دار في المنطقه، وهاد 32 مشروع قلنا غادي تنجز تقريبا في 80 عام. وقلنا حنا الجيل ديالنا الا استطعنا نحققوا 4 ديال المشاريع راه نجحنا، والحمد لله في هاد 13 عام استطعنا نفوتوا نصف هذوك المشاريع، ولكن مازال المشاريع القدام يعني اللي خاصهم باش نزيدوا في التنميه ديال المنطقه. لان تنقول قريه نموذجيه، انا بالنسبه لي راه مازال ما بديناش، يعني باقي حوايج خاصنا بزاف باش نقولوا هاد الكلمه هذه. يعني من المشاريع اللي درنا هو خدمنا على الماء الصالح للشرب ودخل الضوء. من بعد ما دخل الماء الصالح للشرب والضوء خدمنا على وضع حر، لان يعني الضوء تاسس على حجر ما يمكنش دير حفاري. من بعد ما درنا وضع حر درنا محطه تصفيات، هي الحمد لله نجحنا فيها، حلينا الطريق، وخدمنا على التعليم، على التعليم الاولي، وخدمنا على التعليم لان الدراري ما كانوش تمشيو للكوليج. ومن بعد كرينا واحد الدار في حدا الكوليج، ومن بعد في 2017 شرينا واحد الدار كبيره، اليوم الحمد لله راه تنستقبل فيها 65 واحد، زائد واحد مشروع اخر كبير اللي غادي تنجز في المنطقه اللي هو واحد مركب تربوي تا هو ديال تمنكار، اللي غادي تا هو غادي يكون كوليج، وغيكون سميتو غادي يكون واحد علامه يعني حتى هي ديال التعليم في المنطقه. هادشي كله درناه، ولكن باقي خاصنا الحوايج اخرى. مثلا كما شفتي خاصنا مثلا الطريق، هي داخله فسميتو يعني في المشروع، انا قدرت عام قريب ان شاء الله باش تخرج. ولكن عندنا مثلا حنا مشكل ديال الماء، المشكل ديال الماء. حنا في الصيف اللي فات حفرنا واحد 4 ديال البيار، يعني راه درنا محاولات ديالنا، يعني مشينا حفرنا 4 ديال البيار ولكن ما لقيناش الماء. من بعد الزلزال عاد جا الماء في واحد جوج، ولكن شي شويه ما يكفيش. مازال لحد الان انا درنا الدراسات، المشروع ديال الماء اللي يقدر لواحد المشروع اللي يقدر يعطينا 100 طن ديال الماء في النهار، هو اللي حطينا اليوم باش نخدموا عليه، ونخدموا على السواقي اللي حتى هما اللي كما قلتي ديال السيما، لان حنا مازال ما عندناش سيساقيه في المنطقه اللي بهذا المعايير هذو. والشوارج ديالنا حنا في المنطقه كلهم مازال، ولكن عندنا الفكره ديال ان المشروع ديال التنقيط، انا خدمنا قدينا واحد الشريج كبير اللي هو تيهز 600 ديال الطن ديال الماء، هذا هو اللي درنا باش نديرو به التنقيط في المنطقه ديالنا. يعني هاد المشاريع كلها درناها، ومازال ان شاء الله نتمنى باش نزيدوا لقدام. وشكرا جزيلا. السؤال ديالك يا رشيد، السؤال واش عندك شي سؤال السيد الوزير؟ انا السؤال ديالي دخل في دخل. يعني راه خاصني الماء، خاصني دايمني عطيه الزهره. وخاص مثلا كاينه الوحده، يعني باقي خاصها شي تجهيزات باش تزيد واحد هذه ديال التثمين، باقي خاصنا فيها شي تجهيزات باش تزيد القدام ان شاء الله. صافي صافي، غير في المداخلات الجايين سؤال عافاكم باش، حيت مازال بزاف ديال الناس غيبغيو يدخلوا. سؤال مقتضى. السلام عليكم، معكم زهراء إدعلي، رئيسة جمعية أفولكي للنساء، أول جمعية نسائية في الإقليم الحوز اللي كيبلغ العمر ديالها 25 سنة ديال القرب الاجتماعي. اللي واكبنا البنيات من البريسكولير حتى للجامعه،
عطاتنا 180 بنت اللي خدت لها ليسونس، 30 في ماستر، 30 في دكتوره، عندنا 400 بنت في شعب تقنيه. السؤال ديالي اليوم غنبداه من نكملوا جميع عيش مشترك افضل. الحمد لله كنشكروا سيد لوزير ولي سيتويان وجمعيه تيزي اللي فتحوا لنا الفضاء ديال النقاش، وكنقولوا بالصح باش نوصلوا خصنا نشجعوا الاقتصاد الاجتماعي التضامني. الانخراط ديال النساء في التعاونيات وفي الانشطه المديره للدخل عنده واحد لامباكت تري بوزيتيف على لي ريفوني وعلى التاهيل ديال النساء وعلى الكرامه ديال النساء. حنا الان الى ممكن يكون واحد لاكسي لي فينانسمون ديال لي بروجي بحال هاد لي زاجيير في عالي الجبال اللي حنا عشنا هاد الفتره اللي فات ديال الزنزال، وفعلا باش يرجعوا الناس الحياه العاديه ديالهم خص، لان من الزنزال الان الناس باقي مقهورين في القياطن الى اخره، يعني كاينين المعاناه والمعاناه ديال بصح ما نكروش هذا الشيء، لان تحت ما يقدر يعيش في قيطون في الصهد، الناس راه كتالم وخصنا نشيروا لهذه المساله لان خوتنا وكيعانيوا وما يمكنش نعيشوا بجنبهم وحنا وهما كيتالموا. هذا من جهه، من جهه اخرى كاينين مناطق اللي عندهم السواقي تهرسوا في 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 في, في الزنزال، لحد الان باقي ما استفدوش، وكاين نماذج معنا نيت من ثلاث يعقوب. كاين كذلك عندنا التثمين ديال الحب الملوك في الاقليم الحوز، اللي هي واحد الفاكهه اللي كتواجد في الاقليم الحوز فوريكا وفي امليل وفي امزميز، وكنطمحوا باش تكون عندنا وحده ديال التثمين ديال هذا المنتوج، ونشجعوا الانخراط ديال النساء في هذا هذا. الحمد لله التكوين كاين، الاراده والالتزام باش ينجح هذا النوع ديال المشاريع كاينه، والمجتمع المدني كيزخر به الحوز كفيل باش ينجحوا هذه المبادرات. شكرا لكم. اولا كنشكركم على هذه الاسئله واللي هي مهمه جدا. الموضوع ديال هذا السقي الموضعي و30 هكتار والملف ديالكم موجود، اعطي لي الملف ديالك وغادي المسؤول راه هنايا وغادي يتبعوا معاك وغادي يصابوا لك هادشي. السيد المدير راه جبت معايا الناس اللي مسؤولين هنايا، دونك غادي تاخذ الملف وغادي تبداو فيه، الا خصك شي حاجه رجع لعندي. دونك ها هو، وتاخذ التليفون ديالو وغادي يمشيو معاك يديروا لك، يمشيو يشوفوا في عين المكان وهذا، والملف ديالكم غادي سي بون، الملف ديالكم غيتكلفوا به داكور، ما كاين با بروبليم. وهذا غادي يكون فيه واحد الدعم مجاني، وغادي هذه غادي ندخلوه في اطار الفلاحه التضامنيه، دونك غادي يعملوا لكم هذا الشيء، وانتم خاصكم تكون الارض، وتكون انتم اللي نطلب منكم هو تكونوا يعني منسجمين في التعاونيه وتخدموا، هذا هو اللي كاين. هذا الشيء ديال المشاريع، السيد الرئيس ديال الجمعيه مهم، بعدا كنحييك على هذا العمل اللي دار وعلى هذا التطور وفاش وصلتوا لهذا الشيء، راه هذا الشيء مهم جدا، راه التنميه المحليه الشامله راه هي هذه، فاحنا ما عندنا غير نعاونكم. هذا الشيء كل ما هو السواقي، سي المدير دونك خذ سي منديلي، السواقي غيشوفوهم فين عندكم السواقي اللي خصها تصاوب، فين كاين الماء، البلاصه ديال الماء عندكم، هذا الشيء ديال، وإلا كانت شي بلاصه اللي فيها التنقيط راه هذه الملفات ديال التنقيط راه معروفه، وكتدوله غادي كتمول تقريبا 100%، غير خاص واحد يدير التمويل ديال يدير، راه كاين ناس ما عارفينش هذا الشيء، دونك خصهم الله يخليك، ها هو السيد الرئيس خصك هذا الزوج ديال المسائل، وزايد الوحده ديال التين، الماتيريال اللي خاص ليكيبمون خص تكملوه، وعما قريب توت سويت في هذا الشيء داكور، متفقين. دونك يعني هذه الشيء ماشي ما عندنا فيه حتى اشكاليه، وغادي نعاونكم فيه. القضيه ديال الطريق دابا هو راه مشى لواحد الجهه، مشى مع الجهه، دونك خص الجهه يعني خصهم يسرعوا به، هذا هو اللي سينو لو كان درناه حنا، يعني ما عندي مشكل معاه، لانه هذا الشيء ديال الفوارق المجاليه، يعني حد من الفوارق هي كيشارك فيها الجميع،
والمشروع يعني كبير، والأمير بالصرف هو عندي، هو عند الوزارة، ولكن فيه عدة شركاء اللي كينفذوا. دابا الجهة هي اللي غادي تنفذ هذا الشيء. عندنا الاقتصاد التضامني، متفق معك لالا، تبارك الله عليك ومتفق معك، رأى الحلول في هذه المناطق هي هو الاقتصاد التضامني. والاقتصاد التضامني احنا عندنا في الفلاحة كنسميوها الفلاحة، مشاريع الفلاحة التضامنية، واللي الدولة كتستثمر 100% تقريبا، والناس مستفيدين كيجيبوا الأراضي، كيجيبوا بعض المرات كيساهموا بالعمل ديالهم وهذا. فاحنا مستعدين باش نمشيو معك الجمعية التعاونيات اللي موجودة، والتعاونيات اللي عندها يعني منتوج وخصها تثمين، وباش نعاونوهم. اشنو باش كنعاونو؟ كنمولوهم، كنمولو يعني التجهيزات، كنقدروا نبنيو وحده، كنقدروا هذا هو فاش كان فاش يمكننا نعاونوهم. اليوم هذا ملي كتشوفوا المنتوجات المجاليه اللي كتكون في المعارض وهذا، منين جات؟ راه جات بهذا الفلاحة التضامنية، هي اللي وصلت يعني الناس لهذا الشيء. فكاين مؤهلات مهمه جدا هنا، احنا متفق معكم، يعني احنا معكم، غير عطيونا اللي كيسهل علينا الامر هو ملي كتكون التعاونيه موجوده وكتكون خدامه. فمعكم غير نشوفوا هما المسؤولين راهم هنايا، لا المدير الجهوي ولا الاقليمي، غير يشوفوا معكم فين كاينين، وانا معكم نوعدكم بانه غادي نمشيو معكم بواحد الطريقه اللي سريعه. وكاينه حتى واحد السيده المديره ديال الاستشاره الفلاحيه راها كاينه، واللي كتعرف في المنطقه مزيان. في ثلاثه يعقوب هذاك الشيء كله راه جاي، لا ديال راه غير كاين بلايص اللي ثلاثه يعقوب هي اللي كانت صعيبه، وكانت تما واحد الوحدات طاحت، حنا نعاود لها من جديد. وبغيتو تما الناس كانوا بغاو يطلبوا لنا فريغو التفاح، غادي يكون ان شاء الله. هذاك الشيء اللي فيه البني تشد شويه ديال الوقت لان كنخصوا الميزانيه وهذا، ولكن مناطق اخرى راه تصاوبوا السواقي، تصاوبوا يعني هذوك لي بيست، وعندكم حتى لي بيست في ثلاثه يعقوب ان شاء الله غادي يكونوا، غير هي مساله وقت. هم واصلين لان كانت شويه الميزانيه عاليه تما، وهي اللي تشدت شويه ديال الوقت. دونك مي غاديين غير باش تكونوا يعني مطمئنين بانه غادي نوصلكم. حب الملوك الى كاين يعني الانتاج، وكاين الناس المنتجين المنظمين حتى هنايا، نديروا لكم نشوفوا كيفاش نديروا لكم وحده ولا واحد نصيفط لكم يعني تقنيين ويديروا معكم يعني الاجراءات. فالعمل ديالنا هو هذا، يعني احنا راه ماشي كتطلبوا شي حاجه لهذا، احنا كتسهلوا علينا الامور ملي كيكونوا يعني الامور واضحه. شكرا سيد الوزير على التفاعل الايجابي ديالو مع هاد الثلاثه الاولين. المدخلات باشير اسم اي واحد يعرف براسو بالصفه ديالو بغيت بالله الثلاثه الاولين باش تفضل. السلام عليكم. اولا شكرا جزيلا سيد الوزير على سيد الوزير على الحضور وعلى التجاوب ديالك معنا، وكذلك شكرا للفريق العمل ديال جمعيه مواطنون. السؤال ديالي نقدم لك راسي بعد البشير بابانا العلوي سفير حركه المواطنون بجهه قليمي موادنون. السؤال ديالي فيما يخص موضع تدبير المياه ومواجهه الجفاف بالاقاليم الجنوبيه. هنا غنشدو مثال ديال جماعه اسرير أسرير تيغمرت المتواجدة بجهة قليمي موادنون، اللي كتعاني من استغلال مفرط الفرشة المائية، وخصوصا بلوغ منسوب عين وارقنون المعروفة في ديك البلاصة، المستويات كارثية. وتم ملاحظة هذا المشكل من سنة 2018 تقريبا، ومن ذلك الحين انخرطت مجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين كذلك في تنظيم لقاءات مع الإدارات العمومية بما فيهم مندوبية الفلاحة بغرض إيجاد حلول والتي لم يتم تطبيقها حاليا. وكذلك تم تنظيم مقهى المواطن سنة 2021 اللي تم تطرق في بعض النقاط فيه على مشكل ما. السؤال ديالي هو السيد الوزير كيفاش تجاوبت وزارتكم الموقرة مع هاد في تصدي لهذا الوضع الأمني وكذلك استقرار الساكنة ديال المنطقة؟ شكرا جزيلا.
السلام عليكم. اسمي عيت بالله محمد، رئيس الجمعيه ديال جمعيه تدرت للتنميه والمحافظه على البيئه دوار نمر. كنشكروا السيد الوزير وعلى الجمعيات كلهم. انا السيد الوزير كنهضر على حنا مشاركين واحد السيئه بسبب ثلاثه الدواوير، كل دوار كيدي 6 ايام وهي السيئه خصها الصيمه وخصها بزاف باش تصلح. الماء كاين في الواد ولكن السيئه مخربه بزاف، وعندنا تعاونيه على حساب الشيء ديال الزرابي بالنسبه للدريات اللي خدامين كاين، ولكن بالنسبه للدعم والتسويق ما عندناش. هما كاع صاوبوا شي حاجه في التعاونيه ولكن التسويق ما كايناش. والطريق الله يجزيك بخير السيد الوزير، بغيناك تحرك لنا الطريق الله يجزيك بخير، حيت هنا واخا درنا اللي درنا الا ما كايناش، حيت الطريق هي اللي غيفكنا من العزله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الوزير الله يجزيكم بخير على الشرف الكبير اللي شرفتونا به. الفكرة ديال سيدي الفكرة سيد الوزير هي واحد المشروع في واحد المنطقة ديال بوكتو فيها طريق تاع حنوت، فيها الناس بزاف تما كيعانيو من واحد الهشاشة. قلت زعما واحد المشروع تما كاين واحد الهكتار ديال الوالد الله يرحمه، فكرت ندير هذيك الفكره ديال الزراعه المائيه مع واحد المركز ديال الابحاث ونشوف واش غتنجح هذه الفكره هذه. يعني هي كتجربه ومن اجل يعني دوك الناس ينتعشوا نوعا ما يعني اقتصاديا وعمليا ان شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا. السلام عليكم. معكم رئيسة تعاونية دوت مقيت أغبالو في نفس الوقت رئيسة متعاونو الحوز اتحاد متعاونو الحوز. حنا في الإطار ديال الاتحاد ديالنا ملي تأسس الاتحاد يعني درنا أول حاجة درناها هو أننا درنا زيارات ميدانية لجميع التعاونيات باش نوقفوا أولا على البوتنسيال اللي كاين عند كل تعاونية، بشري طبيعي مادي كما كان الحال، باش نعرفوا كل تعاونية أشنو يعني نوجهها في أي اتجاه اللي غادي تخدم فيه مزيان وغادي تعطي فيه أكثر، باش نتمنوا فعلا المنتوج المحلي ديال كل منطقة وكل دوار. المشكل اللي كاين عندنا هو ان كنلقاو كاين نباتات اللي ما كنعرفوش لو نون سيانتيفيك ديالهم، كنبقاو كنقلبوا يعني محتاجين دي بوتانيست اللي نعرفوا يساعدونا اننا نتعرفوا على النباتات اللي دايرين بنا، وهكذا نقدروا نتمنوهم اكثر ونعرفوا الطريقه الامثل باش نتمنوهم. وثاني حاجه اننا كنحافظوا على التنوع البيولوجي ديال المنطقه ديالنا وكنوفروا واحد المنتوج اللي هو محلي مجالي، باش الزوال ملي كيجيو للمنطقه كيلقاو واحد حاجه اللي هي جديده وكاينه خاصه ديال المنطقه. المشكل الاخر اللي كاين يمكن عندنا المشكل ديال الفيضانات المتكرره ديال الواد ديال اوريكا اللي تسبب في ان الضفاف ديك الفلاحه اللي كانت على ضفاف النهر ديال اوريكا انقلبت المقاهي ومطاعم، مما ادى ان دوك النساء اللي كانوا كيسرحوا وكيجمعوا ربيع من حدا الواد ولاو التجؤوا للغابه، يعني الضغط ولا على الغابه بمعنى الكلمه. وثاني حاجه ان الفلاحه ولاو لقاو واحد فرص شغل في هاد المقاهي والمطاعم وهجروا الفلاحه. دابا ولاو عندنا يعني اراضي فلاحيه مهجوره فلاحه ولاو ما بقاوش عندنا تقريبا تقنيين. مؤخرا واحد السيد قال لي بغيت نقش البطاطا ما لقيتش فلاح ما بقيتش خدام، قلت له كاع الخدامين اللي كاينين ما كاينش، قال لي خاصني تقني واحد اللي غيعرف كيفاش ينقش ديك البطاطا ماشي غير اي واحد. دونك كاينه التقنيين يعني الناس التقنيين في الفلاحه بداو كينقصوا، الاراضي الفلاحيه بدات كتنقص، الزحف العمراني اللي جا لوريكا كتعجبو المنطقه كيشري، الشخص اللي كيكون ما كينتج والو من ارضه كيكون سهل عليه انه يبيعها. فهاد الشيء كينتج على الفقدان ديال الاراضي الفلاحيه. حنا كنحاولوا في داخل الاتحاد ديالنا اننا كل منطقه تمن المنتجات ديالها، والله يجزيكم بخير محتاجين الوحدات لكل تعاوني يكون عندها وحده ديالها خاصه بها باش تمن المنتج ديالها. شكرا. البرنامج ديال التهيئة ديال الفلاحية باش ما يضيعش الماء في السوق وهذا كنحاولوا باش
حنا المبدا اللي مهم هو انه فين ما كاينه النقطه ديال ما خصنا نتمنوا احسن تمنيه. شنو هي التمنيه ديالها؟ خص الناس تعيش بها. شنو هي تعيش بها؟ خص المنتوج ديالو يطلع وخص تكون الاستدامه، يعني ما يفرطش فيها يبقى يضيع في النهار. يعني شنو هو الاستدامه؟ هو المال اللي عنده خص يدوز له ما امكن منا من هذا ويخرج منه يعني ما يمكن من الانتاج ويأثر على المدخول ديالو. دونك هذا هو المنهج، يعني المعادله كيفاش يمكننا نعملوا اكثر باقل ما يمكن من الموارد. هذه يعني المنهجيه اللي كنعملوا عليها على الصعيد ديال المناطق. ولكن الى بغيتي تخلي لي الاخر ديالك الرقم ديالك وهنا غادي نشوف المصالح تما باش ندير الاتصال معهم ويعطيوك المعطيات. شكرا. عندي عندنا السؤال الثاني، هادشي ديال فين كاين السواق؟ ربما هذه ما تقاش بزلزال، كانت قديمه كانت بزلزال. ها هو غادي نشوف السيد المدير باش يديرها في البروغرام ديجا. السيد المدير دونك غادي تشوف هذا ومدام الحضراوي سميره خاصك تاخذوا لي نوت باش هذا هو غادي تعطي لهم النمره ديالك وغادي يشوفوا معك يديروها في البرنامج. ما نواعدكش واش دابا ولا السنه المقبله، لان غير على حساب الميزانيه. اذا كانت ميزانيه غادي يدخلوا هذا، ولكن هي غادي تدخل. هذا الشيء ديال الزرابي غنشوف النهضه مع السيده الوزيره ديال الصناعه التقليديه، لان هي اللي كانت على الامر. ها الزراعه لا 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 ما وصلتكش، مازال ما وصلتكش. دونك نتفق معك، يعني هو منتوج مهم جدا. انا راه كنشوفو بحال هو بحال المنتوج ديال الفلاحي، داك التثمين ديال المنتوج الفلاحي حتى هذاك راه التثمين ديال ديك الصوفه اللي كاينه وهذا. ولكن الوزاره ديال الصناعه التقليديه راه عندها برامج، وانا عرفت بانها هي خدمات عندها برنامج بالنسبه للحوز. انا اللي نقدر ندير هو غادي نتصل بها ونقول لها بان عندك هنايا وغادي ناخذ النمره ديالك. عندنا هذا الشيء ديال التجربه اكثر. فين كاين بالضبط؟ واحد المنطقه على الجزائر. يديروا معك تجربه، هذا شي مشكل. يديروا معك تجربه، ماشي هما غادي يعطيو اتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي. كاينين تما وديروا معاك التجربه اللي بغيتي، غادي نشوفوا شنو هي الزراعات اللي ممكن يجيو تما. عندك الماء فيها؟ كاين الماء، كاين نقطة الماء، وجود الماء فيها. ها؟ كاين ولكن كاين داك الشيء باش فكرتي علاش ما كتستعملش. اي وإذا كان شي بير اللي خصو يدار إلا هذا، المهم يشوفوا معاك باش يديروا معاك المونتاج ديال هذه التجربة. هذه اللي بغيت ندير. كثار يا كيف كثار، ما طلبتيش بزاف. دونك غادي نبحثوا ديروا معك ان شاء الله هادشي. دونك سي بزاف عرفتي عندي اتحاد التعاونيات. اولا كنشكركم على هادشي ديال التاطير ونشوفوا التعاون فين كاينين ويكون الاحصاء ديالهم وشنو خاصهم واش يمكن انهم يديروا. راه هذا هو العمل ديال لونكا. عندنا لوفيس ناسيونال ديال الكونسي اغريكول، المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، هي السيده المديره الجهويه. راه كتعرف راه هي اللي داتني الاثنين يعقوب، هي اللي كل ذاك المناطق، هي والسيد المدير هما اللي وراو لي كاع داك. راه جينا عده مرات يعني لهذه المنطقه. فانا اللي نطلب منك هو تعملوا معهم، لان دابا هذا الشيء خصو واحد العمل باش يكون. هضرتي على الوحدات، مرحبا، ما كاين مشكل. التاطير حتى هو كاين موجود، غير خاص تكوني انت كهمزه وصل باش هذوك يديروا معك واحد البرنامج ديال العمل. راه الامكانيات كاينين، يعني غير خصنا اللي يوصل واللي وهاد التعاونيه تعطي لهم لا ليست ديالهم ويديروا معهم يعني لقاءات وهذا ويعرفوا باش يوجدوا لهم هاد البرامج. اما حنا مستعدين زعما. شكرا. اللقاءات كيفاش تكون عباره على اسئله خصوصا على المستوى ديال في الحصيله وفي العمل ديال الوزير، يعني ماشي طلبات خاصه بجمعيات، ولكن ما فيها باس بحكم على انها الطرحات هي جابت مكتسبات
للمواطنات والمواطنين اللي حاضرين معنا اليوم. ولكن الاسئله المقبله غادي نسول السيد الوزير شحال مازال عنده ديال الوقت باش نعرفوا شحال ناخذوا من سؤال واش نعاودوا دونك ناخذوا ثلاثه هما الاخرين ويكونوا عباره على اسئله في المحاور اللي تحدث عليها السيد الوزير. غادي نعطي السيد الثانيه الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا سيد الوزير، تنرحب بك في منطقه تيزي، وشكرا للجمعيه ديال تيزي. انا رئيس اتحاد التعاونيه استفاد موكلين بومليح ابراهيم. الحمد لله دوزنا مراحل في الانشطه الفلاحيه، تثمين وانتاجات الفلاحيه المحليه. عندنا المقر، عندنا لونصا، شاركنا في المعارض هذا العام. الا ان خدمنا على واحد الفريغو ديال التفاح، ان المنطقه تقريبا تحتوي على 1,600,000 كيلو ديال التفاح، تتباع بواحد الطريقه عشوائيه وتضيع، يعني تيتحكموا فينا دوك السماسريه. وعندنا الاسواق بعيده، مثلا من هنا لكادير ومن هنا للدار البيضاء، يعني داكشي اللي غنربحوا حنايا كفلاحه تيديو الترونسبورات والسماسريه. وفكرنا اننا نديروا واحد الفريغو هنا في غرمان، لقينا الارضيه 4,400 متر، دفعنا الطلب المياه والغابات، يعني مازال ما جاوبوناش. واستشرنا مع السيد مدير الفلاحه اللي دعمنا في هذه المراحل كلها، تنشكره من هذا المنبر. والسلام عليكم. السلام عليكم. شكرا سيد الوزير على الزياره. معكم سميه العسري، كاتبه جمعيه شباب نور امزين التابعه لجامعه انقال. السيد الرئيس، السيد الوزير عفوا، بالنسبه للدعم ديال توزيع المواشي كان ترفع اليوم قدامك، وكنقول السيد الوزير بانه الدوار اللي كنتمي لها بحكم انه تضرر من الزلزال ديال الحوز ما وصلت حتى شي دعم فيما يخص المواشي. ومع العلم الاغلبيه ديال الناس تمايا مشاو لهم المواشي ديالهم، وكاينه حتى بالنسبه للسواقيه الماء تضرروا بزاف. وغادي نكونوا سعداء ان شاء الله الا كان شي مشاريع فيما يخص الفلاحه بحكم المنطقه منطقه فلاحيه. غادي نكونوا سعداء ان شاء الله الا كان شي حاجه من هنا للمستقبل ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. اسم ديالي عبد السلام بن حمزه، مسهل جماعي مؤسسه ديال تمكين، مؤسسه جماعيه للتنميه البشريه. انا ماشي من هنايا، من طنجه. شكرا جمعيه المواطنين على الدعوه الكريمه، شكرا اعضاء ممثلين ديال الجمعيات الى المنطقه. عندي سؤال سيد الوزير، شكرا على الفرصه تكون معنا في هذه المحادثه الجميله. السؤال على واحد المصطلح جيتي في التقديم ديالك، اللي هي الحكمه ديال الاستجابه للطلب. كرهتي زعما غير تزيد تقسم معنا شويه على النموذج ديال الحكمه، وكيفاش لان النموذج ديال الحكمه ديال الاستجابه للطلب الحق، واش كاين تدخل حتى كيفاش يوجد الطلب؟ حيت بعض المرات كيكون التحدي كيفاش يوجد الطلب، والطلب اللي خصو واحد الدراسه، خصو واحد المجموعه ديال المعطيات اللي ديجا بعض الدواور، بعض مجموعه ديال المناطق كيكون عندهم تحدي هنا قبل ما يوصلوا للطلب اصلا. الفكره ما كتكونش واضحه، دونك واش كاين تدخل حتى في هذه الاجراءات هذه، وحتى المؤسسات اللي هي كتدخل في هذا كتعمل هذا الاشراف هذا؟ حيت بعض المرات كيكون حتى التنسيق ما بين المؤسسات اللي هي تابعه للوزاره ديال الفلاحه، وكيكون عشنا واحد التجربه فين ما بقيناش عارفين فين نمشيو، واش المديريه ديال الفلاحه، واش المياه والغابات، واش الجامعه، واش دونك اللي كتخلي بعض المرات اصلا المشروع ولا الفكره تحبس تما قبل ما تمشي يوجد الطلب. شكرا. شكرا لكم. هذا الشيء ديال فريغو هو غادي يديروا معكم، يشوفوا الدراسه. سي منديلي تشوف معهم دراسه ديال هذا الشيء، وتشوف تعاونيه، وهذا على غرار هذاك الشيء اللي دار من قبل. هذا الشيء اللي دار في اسنيك هو اللي كنا درنا فيه الاول،
واللي كان تقاس في الزلزال وعاودنا له صلحنا ودابا راه خدام. شحال شحال لا كاباسيتي ديالو هذاك؟ 2200 طن هي القدره ديالو اللي درناها ومن المعايير الكبرى. وانا كنعقل على هادشي اللي قلتو ديال الاثمنه. الاثمنه اللي كان كيتباع بزوج دراهم و50 3 دراهم ولا كيتباع حتى 8 دراهم 8 و9 وهادشي بالناس اللي استافدوا منه هو اللي كيقولوا لي هادشي. دونك انا متفق معاك بانه التثمين وباش نخليو القيمه المضافه في عين المكان راه هذه هي المقاربه اللي خصنا نمشيو فيها. وحنا غير نتوما تنظموا ويكون شحال كاين تما من عضو في هذيك شي 200 وكذا شحال ١١٦ فلاح اللي كيستافدوا منه اللي كيجيبوا الانتاج ديالهم وكيخليوه تما حتى كيطلع الثمن عاد كيبيعوه. دونك خاصكم تشوفوا انا يشوفوا معكم لان هذا خصو شويه ديال الدراسه التقنيه وهذا باش يعرفوا شنو هي الطاقه وشنو هي الامكانيات وشنو هو الانتاج اللي كاين ايترا. عندنا هادشي ديال المواشي غيشوفوا معك مدام حضراوي مي هما كاينين ياك كاينين هما في الدوار. دابا انا نفسر لك باش تكون فاهمه. احنا الاحصائيات كلها دارت ديال الناس اللي مشاو لهم دونك الدوار ديالكم غادي يكون محصي غادي يكون كاين. وهاد الاحصائيات راه درناهم مع السلطات طبعا وهذا واحد 3 شهور وحنا غاديين جايين غير على باش نعرفوا اللي مشاو لهم. ودونك وشكون اللي اش غادي نجيبوا؟ راه ماشي كنمشيو للسوق ونشريو، لا خاص تجي ديك الاصناف اللي تكون ملائمه للمنطقه، لان نحن اللي بغيناه هو يبدا يعاود يربي سميتو ويكثر في داك الشيء. دونك كنجيبوا دوك الاصناف. وعندنا واحد الجمعيه الوطنيه ديال مربي الماشيه والاغنام، هي ديال الاغنام والمعيز، هي اللي كتعطينا داك الشيء، كتعطينا السلالات اللي بغينا فهمتيني. وهذاك السلالات دونك تيجيبوهم تيجيبوا دوار بدوار شحال كاين من واحد وكيعطيو لهم داك الشيء كيصيفطوا الكبير. دونك حنا غيوصل لكم وعطي باش يبقاو يعطيو لك يعني فين وصل فوقاش غادي يجيو لعندكم وهذا غادي ياخذوا النمره ديالك ويعلموك. فيما يخص الحكمه سؤال مهم جدا وجيه، هذا هو فاش كي فاش الاهميه باش تكون عندك واحد الرؤيه واحد استراتيجيه ملي كتجي لواحد القطاع وكتمشي للتنميه ديالو. الا ما عندكش هذه الرؤيه ما يمكنلكش تعرف شنو هي الحاجيات ديال الناس وما يمكنلكش تخطط لذاك الشيء. فملي كنهضروا على استراتيجيه الجيل الاخضر 3 سنوات ديال العمل قبل ما يكمل مخطط المغرب الاخضر، اولا كنشوفوا شنو هو المخطط شنو دار وشنو هما الاهداف اللي وصل لهم وهذا والايجابيات ديالو، وكنشوفوا شنو هما النواقص اللي كانوا وذاك الشيء. وهذا الشيء كنشوفوه على الصعيد الميداني. شتي دابا العمل معكم هكا راه هذا هو النموذج ديال العمل ديال المصالح اللي كاينين. وكيطلع يعني شنو هو شنو هما الاهداف شنو هما الحاجيات اللي كاينين. طبعا داك الشيء كيطابق، كاين الناس كتطلب وملي كتطلب بحال اللي قلتي انا متفق معك 100% بعض المرات ما كيعرفش كيفاش يطرح الطلب ديالو، تيقول لك غير احنا ما عندناش غير مع هذا، ولكن ما كيطرحش. الناس اللي موالفين مع الجمعيات وهذا كيعرفوا يطرحوا الاخر لان تعلموا ويعرفوا. كيجي يقول لك شوف انا عندي هذه درت هذه، بحال السيد الرئيس دابا عندي هذه درنا هذا هو راه خاصني هذه وخاصني هذه خاصني هذه، وكيمشي داك الشيء يعني حتى لا جوستيفيكاسيون ديالو كتكون في واحد النظام. فالمصالح ديال الفلاحه غير نقول لك لا، المياه والغابات بوحدها هي قطاع واحد اخر كيدبر ماشي الانتاج ولكن كيحافظ على الغابات، ولكن المصالح ديال وزاره الفلاحه كلها منسقه. هذه في استراتيجيه الجيل الاخضر مشينا لا تمركز. دابا عندي مدير، السيد المدير هو المخاطب على الصعيد ديال الجهه، وهو اللي كيدبر الميزانيه. راه ما بقاش كيرجع للرباط ملي بيخصو. فوقاش كنتناقشوا على الميزانيه في الاول ديال العام ملي كتجي الميزانيه كنذكروا هذا كنشوفوا البرنامج ديالو ديال العمل، كيقول لي الاقليم حاجه خاصني هذا الاقليم شنو كاين وهذا. في ديك الساعه كنتفقوا معاه كنتفقوا على الميزانيه ديال السنه صافي كيمشي، وهو اللي كيدبرها ماشي كطلب العروض كتطلع للرباط ولا كيسول ولا لا. يلا ملي كتكون مسائل جديده
مثلا كنتلاقاو مع المواطنين كنتلاقاو مع السادة العمال وهذا يقول لك الديره خاصني واحد لاخر هنا وداك شفت ديك الساعه كنرجعوا له تنقولوا له الله يخليك خصك تزيد هذه في البرنامج وغادي نزيدوا لك يعني الميزانيه ديالها. دونك غير باش نجاوبك مخطط المغرب الاخضر كان جا ودار في واحد الوقت اللي كان فيه لحد ديالنا كان ما عندهاش هذه الرؤيه اللي كان كنهضروا عليها. كان بزاف ديال النقاشات واش حنا عالم فلاحي ولا غير قراوي ولا واش بلد يعني فلاحي قراوي واش عندنا المؤهلات. جا المخطط فوق الجاج 2008 على 2008 شنو هي؟ كان عندنا الازمه العالميه الغذائيه وما يسمى بالربيع الغذائي العالمي في ديك الساعه الى عقلتو. فجام في ذلك الوقت جلالة الملك حفظه الله في ذلك الساعة كان مؤتمر دولي ديال الرؤساء جاء وطلق مخطط المغرب الأخضر بك هذا الرؤية كيفاش يمكننا السيادة الغذائية تكون عندنا. وشنو هي السيادة الغذائية؟ ماشي أننا غادي نسدو علينا الفرونتير، لا، أشنو هي الحاجة اللي يمكننا نتجوها مزيان وعندنا المؤهلات ديالها، وشنو الحاجة اللي ما يمكنناش ننتجوها؟ كاين الحاجة اللي نقدروا نوصلوا فيها حتى الاكتفاء الذاتي. اليوم الخضار راه ما كنجيبوش من برا، عندنا الخضار، عندنا الفواكه، عندنا الحليب، عندنا اللحوم، عندنا هذا كله عندنا فيه الاكتفاء الذاتي. طبعا ما كنهضرش على هذه الأزمة، هي أزمة يعني عابرة، ولكن كله ممكن عندنا. شنو عندنا كنجيبوا من برا؟ كنجيبوا الحبوب اللي ما كتكونش شتاء، لانما واخا كنديروا 5 مليون الهكتار ولكن ما الا ما كانش الشتاء الله ما كيجيبش. دونك كنجيبوا الحبوب، كنجيبوا الزيوت لان ما عندناش المؤهلات باش نديروها. ودونك اليوم التقنين اللي كاين هو كيفاش يمكننا المؤهلات ديالنا ديال البلاد نستغلوها احسن. شحال خصنا نديروا ديال الليمون، شحال خصنا نديروا ديال المطيشه وما ندوزوهاش، ماشي اكثر من داك الشيء نحبسوه، شحال نديروا من البطاطا، شحال غادي نديروا. وكاين يعني معايير ديال هذا الشيء، لان يعني خصنا التمويل ديال السوق، وخصنا من الناس كتهضر على التصدير، ضروري التصدير، راه الفلاحه راهم هنايا، راه الا ما صدرش راه ما يمكنش ينجح للسوق المحلي، لان خصو واحد لا بيريكواسيون باش يربح. لان حنا الهدف ديالنا كسياسه فلاحيه خصني الفلاح يستقر وهذا، لان كاين السياسه الفلاحيه والسياسه الغذائيه ما خصناش نخلطوهم. راه حتى البلدان اللي ما عندهمش فلاحه عندهم السياسه الغذائيه، الغذائيه حاجه اخرى خصنا نشوفوا الاثمنه عند المواطن وهذا، ولكن السياسه الفلاحيه هو الاستمراريه، كيفاش يمكنني بالمؤهلات اللي عندنا تكون عندنا واحد الاستمراريه في الانتاج وتكون عندنا هذا. فاذا الجوهر ديال السؤال ديالك راك يعني في هذه المقاربه ديال الاستراتيجيه. وكنمشيو لكل محل، ملي كنقول لك اقليم، البرنامج المخطط الاقليمي راه دار جماعه بجماعه ودوار بدوار قبل ما نطلعوا للفوق. وباش كتقول شنو هي الاستيماسيون، شنو هي التقويم ديالو فيما يخص الميزانيه، لان خصك دراسات، خصك اذا عندنا المديريه الجهويه هي اللي كتمثل يعني الوزاره هنا، وفيها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تعرفوه هذا، فيها المكتب الجهوي للاستشاره الفلاحيه كاين السيده المديره، وفيها المديريات الاقليميه، هذو كلهم منسقع على الصعيد ديال 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 ديال, ديال, ديال هذا. دونك واحد يعني اللي غادي نقول واحد التقدم كبير فيما يخص الحكمه، اللي مشينا لا تمركز ومشينا لا ديسنتراليزاسيون. وفين كتشوف المؤشر المهم هو في الميزانيه. الى الميزانيه لقيت شي قطاع باقي الميزانيه كتدبر في الرباط كتعرف بان ما كاينش راه شي الاخر غير شعارات، ولكن ملي كتوصل حتى كدير كتعطي الميزانيه للجهه وما هو وحتى ملي كنقول لك الجهه كاين المدير الاقليمي من بعد الجهوي كيعطي المدير الاقليمي تيقول له ابارتير دابا ها الميزانيه ديالك هلا عم دبر راسك معها، هو اللي كيدبرها، لان هذاك ملي كيهضر مع المواطن مع المستفيد ولا كيهضر مع المسؤول مع العامل ولا مع الوالي ما خصوش يقولوا تسنى حتى نمشي نشوف الرباط وعاد نرجع نقول لك، ثم كيجاوبوا تيقولوا هذه كاينه ولا هذه ما كايناش، واذا ما كايناش وكانت ضروريه غادي نديرها في الاخر في الميزانيه المقبله. اذا المشاركه والعمل القرب باش كنعرفوا شنو هي الحاجيات وشنو هي الاحصاء، وهذا الشيء اللي كنقول لك ماشي غير بليزونكات، راه كاين حتى دراسات اللي كدار
اليوم مثلا الاخوان راه هضروا على واحد خصو الساقيه واحد هذا، ولكن راه هذيك الساقيه ملي غيقول لك ها فين كاينه غادي تمشي الدراسات تقول واش ممكن ولا ما ممكنش، ولا اشنو هي النوع ديال دونك غير باش نقول لك بانه هذا هو الاهم في هاد الاستراتيجيات واللي كتخلنا كننزلوا باريحيه من بعد. تعطلت شويه ولكن بالعكس. شكرا جزيلا سيد الوزير. غادي نزيدوا جوج ديال الاسئله لان السيد الوزير عنده ثلاثه. غادي نعطي للسيده والاستاذ والسيد. السلام عليكم جميعا. لديون رئيسة الجمعية النساء دوار الزاوية التسافت ثلاثني يعقوب. اسمحوا لي انا بيت نظري بالشلحة. سنغيث المزيغ من الشرق. واش كتغيث المنطقة مهمشة بزاف، نتعنى بزاف المشاكل قبل الزنزال غير قداه واش كزنزال نزيدو كل المشاكل نغارس. اولا دارنا 7 كيلومتر نغارس، دارنا كيس المشكل، دارنا المشكل خصوكي الومان، دارنا المشكل غرين ومان نيس، ولكن غير كيغز الزنزال الحمد لله لا يمكن ومان، ولكن خصنا تاخد خصوكي ما غتنزري تيوات تسكر بنص عمل بالنسبه للومان. دارنا المشكل التعاونيه، دارنا المنتوجات غير الكركاع اللوز، ولكن التعاونيه تورليند، ودارنا الامكانيات باش ما تسكر التعاونيات. شكرا بعدا السي الوزير، تحيه لك. تبارك الله عليك. شكرا. الماء وهذا مدام سميره هاد السيده خصك ما تطلقيهاش وغادي تهضري معها وتشوفي لنا ثلاثه يعقوب انت اللي ديتيني تما وعرفتها وعرفت هذا. انا عرفت الخصاص بزاف، كاين هذا الشيء ديال السواقي والماء وكاين الطرق وكاين هذا الشيء ديال الكركاع وهذا متفق معك خصو يتثمن، ولكن احنا راه خدامين تما. راه تلاقيت الرئيس ديال الجماعه، تلاقيته غير هذه واحد 3 ايام ولا هذا، راه قلت له بان كاع داك الشيء اللي هضرنا عليه كله راه كاين، راه كاين كاين الحاجه اللي جات اللي ما طلبتش بزاف الميزانيه، وكاين الحاجه اللي خصها الميزانيه اللي راها غادي تجي بما فيها هذا الشيء ديال الطرقان. راه عندكم شي ما واحد 3 المشكل عندنا السيد الوزير، المشكل الناس كيسمعوا ثلاثني يعقوب كيجيو للفيلاج ما كيجيوش يشوفوا سميتو الدواور. حنا عندنا 7 كيلومتر ما بيننا وبين ثلاثني يعقوب وبين تداخل. فاش طاح الزنزانه حنا 3 ايام وحنا بقينا تما بالجوع، مسدوده عندنا الطريق 3 ايام والناس كيموتوا بالجوع، ما كاينش اللي يوصل الرساله. واحد المنطقه منسيه بزاف. صافي تشوفي لا بدم امتي ان دياغنوستيك معها وتقول لي شنو كاين باش نعرفوا داكور. ونوعدك بان غادي نجيو عندك ان شاء الله شي نهار. لا السلام عليكم. السيد الوزير كنشكرك بزاف على هذه الزياره هذه اللي كنتمنوا تكون مفتاح الخير على الساكنه ان شاء الله في المجال ديال الفلاحه. السيد الوزير كما كتعرفوا وكما كتعرف البلاد ديالنا في التغيرات المناخيه اللي كيعاني منها كنعاني منها على الصعيد الوطني، وبصفه خاصه كنعاني منها في المنطقه ديالنا اللي هو دوار أقرد اللي كنعانيو بصفة عامة. قبيلات أش كتعاني من المشكل ديال الماء، وعندنا الماء ديال الساقي، والماء ديال الساقي مقسوم لثلاثة دواور، بمعنى ما كيوصلك في مدة 20 يوم ولا شهر عاد كيوصل لدوار أخرى. لهذا والماء ما بقاش كما كان في الأول، حيت هنا معروفة المنطقة بالثلج وكيكون الماء بزاف، والماء نقص وكنلتجئوا الى حفر الابار سيد الوزير. وفايت لينا قدمنا طلب للسيد المدير الاقليمي اللي تلقينا استجابه، حطينا الطلب اللي هو عندنا اراضي بوريه اللي خصنا نزرعوها، اللي خصنا نغرسوا فيها الاشجار وبناء صهريج والسواقي. لهذا ما تلقينا استجابه الله يجزيك بخير، وبغينا نشوفوا الحلول اللي تقدروا ديروا معنا باش اننا نحاولوا نرجعوا شويه ديال الانتعاش في المنطقه ديالنا.
خاصة في المجال الفلاحي. فكرني بالجامعة. آه؟ فكرني بالجامعة. جمعية. جامعة استي فاطمة. أنا من هذا المنطقة سيد الوزير. والمنطقة ديالنا الناس كيغرسوا التفاح بوعويد المهم بزاف الفواكه ولكن والقرقاع والقرقاع أصبحت ثماره قليلة جدا وما كرهناش أننا نحاولوا نغرسوا من جديد. الله يجزيكم بخير. وفي هذه المسألة ديال حفل الآبار الله يجزيكم بخير ما كرهناش شي مساعدة استعجالية باش حتى الناس يعاونوا راه ولينا كنتلقاو هجرة كل سنة من القرية إلى المدينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشيو لآخر سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية المعالي السيد الوزير على تحمله وإعطاء السفر ومجيئه للجبل. كذلك نوجه رسالة شكر للإخوة حركة مواطنون والأخ الرئيس ديال جمعية تيزين وشك. السيد الوزير معالي السيد الوزير حنا لا ننكر المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وكذلك المجهودات المبذولة من طرف الوزارة ديالكم سيد الوزير. وعلى سبيل المثال حنا كتعاونية كنتواجدوا في جامعة السي فاطمة حظينا بدعم من المديرية وهنا تنبغي نوجه الشكر للمدير الإقليمي اللي جهز لنا واحد الوحدة الآن تنتظروا فقط التسليم ديالها واللمسات الأخيرة. وكذلك تنبغي نوجه رسالة شكر للسيدة المديرة الشرعية الفلاحية اللي دائما معنا في تواصل. السيد معالي السيد الوزير حنا درنا تعاونيه ديال تربيه النحل وكما جاء في تدخلكم السيد الوزير ان المغرب عرف واحد يعني دائره الجفاف بعنف وبسرعه وحنا في المناطق الجبليه كنعانيو اكثر فاكثر نظرا لانه كان تنديروا تربيه النحل وكتعرفوا السيد الوزير ان النحل كيبغي مناحل كيبغي غطاء نباتي الى اخره. ففكرنا مؤخرا ان نديروا منحل ديالنا خاص بنا اننا نوضعوا فيه خصوصا على منطقه تزخر بنبتات الزعتره اللي هي معروفه بها المنطقه. أيوة. طبيعه الحال النحل تيبغي تنقل وكذا الى اخره. الان حاليا معالي السيد الوزير اننا حفرنا واحد نقطه ماء درنا مواد لبناء الان محتاجين الاسمنت ومحتاجين الحديد باش نكملوا هذا المشروع ان شاء الله ونطلعوا الماء للدوار لان الدوار كي قالوا الاخوان كيعرفوا واحد الهجره مفرطه جدا. ويعني وتنبي نجدد الشكر ديالي مع السيد الوزير على الحضور ديالو معنا هنا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. مره اخرى يعني احنا غادي المصالح يشوفوا معكم لان هذا الشيء خصنا نشوفوا يعني في عين المكان وهاد المشاريع اللي عندكم فيها المبادرات وهذا غيشوفوا كيفاش يتعاونوا معكم فيها الشيء اللي خاصكم وهذا غادي يلقاو يعني لا 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 الحلول. وفيما يخص حفر الابار والغرس وهذا خاص غير تكون يعني دابا عندهم واحد البرنامج ديال الحفر ديال الابار وغادي يشوفوا يعني واش المنطقه هذه داخله في داك الشيء الا ما داخلاش غادي تشوفوا معهم السيد داكوغ تشوف من الاخوان هادو يعني مسائل يعني طلبات تقنيه اللي خص يشوفوا معكم في عين المكان وهما راهم داك الشيء اللي جبتهم هنايا غادي يشوفوا معكم والا خاصه شي حاجه اللي غادي ندخل فيها غادي ندخل فيها كتمويل ولا هذا غادي ندخل وغادي يقول لكم الحاجه اللي يقدروا يديروها الحاجه ما يقدروش يديروها وفين غادي يديروا ما غايقول لكمش الوعود اللي ما غايديرش انا نقول لكم من دابا غادي يديروا معكم وغادي يديروا المجهود الكبير لان الطلبات ما هي كثيره ولكن ماشي صعبه زعما دونك ولا هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم وتبارك الله عليكم. شكرا جزيلا سيد الوزير على التفاعل الايجابي مع كل الاسئله وعلى الحصيله ديالو في القطاعات اللي تيشرف عليها. تنختتموا هذه اللقاءات من خلال التقديم ديال واحد العدد ديال التوصيات اللي تتقدمها جمعيه المواطنون واللي هي مستوحاه من خصوصا من الخلاصات ديال جولتنا الوطنيه اللي درناها في واحد العدد ديال 12 جهه وفي واحد العدد ديال المدن وديال الدواوير يعني في العالم القروي الى اخره وكذلك مستوحات من تقارير رسميه النموذج التنموي والمجلس التقدير والاجتماعي والبيئي. وغادي نعطي للزميل ديالي مصطفى وخيار اللي هو مدير مشاريع في حركه المواطنين باش يقدم لكم هذه التوصيات سيد الوزير. شكرا سي عز العرب على الكلمه. شكرا ايضا سيد الوزير على قبول الدعوه والحضور معنا. إذن
إذا كما قال السي عز العرب، هذه التوصيات هي خلاصة ديال جولة وطنية اللي قمنا بها احنا كحركة المواطنون، اللي زرنا فيها 12 جهة ديال المملكة وتلاقينا فيها ونضمنا خلالها أزيد من 400 مقهى مواطنة مع أزيد من 6000 مواطن ومواطنة، وأيضا مستوحات من مجموعة تقارير رسمية من بينها النموذج التنموي الجديد وتقارير رسمية ديال سيزو لNDH ولاش سي بي. وبعض من هذه التوصيات السيد الوزير هي قيد التنفيذ، واللي كانت خلال العرض ديال نصف الولايه الحكوميه ديال القطاع ديال الوزاره ديالكم، لكن لا باس اننا نزيدوا نذكروا بها باش هكا تسرع الوتيره ديال الانجاز ديالها. اذا سيد الوزير، اول توصيه كانت متعلقه بتعزيز الحكامه المحليه، واللي خلالها تشجيع الحلول المحلية حسب خصوصيات ومشاكل كل مجال ترابي من خلال تعزيز المبادرات الناشئة والديناميات الصاعدة في مختلف المناطق، مع تعزيز الحكامة المحلية واحترام الخصوصيات المجالية، وهذو اللي كانوا شاروا لهم مجموعة ديال المداخلات عبر مختلف الحلول اللي كانوا قاموا بها في هذا الدور. ضمان أن جميع حلول التنمية تطور بالتعاون الوثيق مع السكان لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على الثروة الثقافية والتقاليد المحلية في المناطق المتضررة والاحتفاء بها. يعتبر دمج الهندسة المعمارية التقليدية والممارسات الزراعية الأصلية والعناصر الثقافية أمراً أساسياً لضمان استدامة المبادرات التنموية. ثاني توصية سيد الوزير هي تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بالتعاون مع المجالس الإقليمية، بناء وتجديد الطرق القروية سنوياً لتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، مع إعطاء الأولوية للطرق التي تخدم المناطق الزراعية والقرى النائية. ثالث توصية هي الربط بشبكة الماء والكهرباء عبر تركيب أنظمة لتوصيل مياه الشرب لأكبر عدد ممكن من القرى باستخدام تقنيات مثل الضخ الشمسي لضمان وصول مستدام وتقليل المسافة والوقت اللازمين لوصول المياه. رابع توصية هي تعزيز التعليم والتدريب عبر شراكات مع المجالس الإقليمية للنقل المدرسي، إنشاء خدمة النقل المدرسي مدعومة لضمان وصول الأطفال خاصة الفتيات إلى المدارس بانتظام وبأمان، ومراكز وإنشاء مراكز تكوين في الزراعات البيئية ومراكز في الزراعات البيئية عبر مراكز تدريب للتعليم الممارسات الزراعية البيئية وإدارة الموارد المستدامة، بالإضافة إلى دورات في البناء البيئي وإدارة المياه. خامس توصية متعلقة بالمراكز الصحية المتنقلة بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إدخال العيادات المتنقلة للزيارات شهرية في المناطق القروية، تقديم خدمات صحية أساسية بما في ذلك التلقيح والرعاية السابقة للولادة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، التدريب على الإسعافات الأولية، تنظيم برامج تدريب للمجتمع المدني وساكنة الدواوير على الإسعافات الأولية فيما يعزز القدرة المحلية على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة. فيما يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة، إنشاء عدد من المراكز سنوياً لعرض الزراعي كل عام لتقديم تدريب على التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، مما يساهم في زيادة إنتاجية ودخل الفلاحين. فيما يتعلق بالسياحة القروية، تطوير وترويج مناطق سياحية قروية جديدة سنوياً بالتعاون مع الجماعات لتسليط الضوء على التراث الطبيعي والثقافي وخلق فرص عمل ومصادر دخل إضافية، وأيضاً تقديم دعم مالي لبناء نزل سياحية وبنيات تحتية سياحية أخرى. فيما يتعلق بتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، إنشاء برامج إرشاد وتطوير المهارات للنساء والشباب في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وريادات الأعمال لضمان المساواة بين الجنسين والوصول المتساوي إلى الموارد. فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا، تثبيت نقاط ربط بالإنترنت مجانية في المناطق القروية بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة العامة لتحسين التواصل الرقمي وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم والصحة والزراعة أيضا. فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، تطوير مشاريع لتركيب الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية والمنازل في المناطق القروية للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الغير متجددة وتعزيز قدرة المواطنين على المقاومة الطاقية. حماية النظم البيئية القروية، الاعتراف بأهمية الحفاظ على النظم البيئية القروية خاصة في المناطق الجبلية للحفاظ على الاستقرار البيئي وتوفير الخدمات الإيكولوجية
تشجيع التنمية القروية من خلال التركيز على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على السكان النشطين. آخر توصية سيد الوزير هي تعزيز الزراعات التي تحد من تدهور التربة، اعتماد زراعات تحد من تدهور التربة وتحافظ على خصوبتها كالفلاحة الإيكولوجية لتحسين الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية. أتمنى أنني نقلت لك سيد الوزير توصيات بكل أمانة ديال المواطنين والمواطنات اللي تلقيناهم خلال مقهى المواطنة، وشكرا. شكرا جزيلا مصطفى. ما عرفت شو السيد الوزير عنده أن دغني كومنتار على التوصيات أو على التجربة ديال مقهى المواطنة بشكل عام. شكرا. فتوصية جد مهمة وتوصية عملية، وانا وحنا جايين عندنا ما يمكننا غير نثمنوها، وحنا داخلين في هذه هي المنهجية ديال العمل. وطبعا يعني الوقت العدو ديالنا هو الوقت، لان بعض البرامج وبعض الاوراش هذه الظرفية ما كتساعدش باش هذا. مثلا الشيء ديال الاغراس، لان الغرس ملي كنهضروا غير الغرس ماشي غير غرس، لان كنديروا مشروع مندمج واللي كيكون كنموذج لهذا الشيء كتدخل فيه يعني كل الجوانب. بعض المرات ما كتساعدكش يعني الموسم ما كيساعدكش باش غادي تغرس. فكاين هناك ولكن المنهجيه ديال العمل راه حنا غاديين في نفس يعني التصور. بغيت نشكركم يعني نشكر الجمعيه ونشكر السيد الرئيس على هذه المقاربة وعلى هذه التجربة وعلى هذه المبادرة واللي هي حسنة، واللي أنا نقول لكم بكل صراحة أنا مرتاح لهذا هذا، لأنه هذا هو المنهجية العمل ديالنا. وال يعني الحقيقة ديال الميدان راها ما عندها حتى شي بديل، راه ماشي من الرباط. شتي دابا الأسئلة اللي طلعتوا علينا هنايا هي أسئلة اللي كتهضروا كنجاوب، كنقول لك واش كاين ولا ما كاينش. باش ديرها من الرباط خاصك تكتب للمدير، وهو خصو يكتب اللي فوق منه وتجي لعندي له وتوصلوها ليا. راه مشات لك واحد الشهر ولا شهرين وهذا وتقلب عليها وهذا. وحنا كنمشيو في هذه الطريقه ديال السياسه ديال ثانيا عندنا المصالح ديالنا يعني اللي كتواجد على الصعيد المحلي. طبعا كاين اشكاليه ديال الموارد البشريه اللي ما كيمكنش بعض المرات ما تلقاش يعني اللي غادي كاين بعض المراكز اللي غادي يمكن تشوفوهم ما فيهمش يعني الموارد، لان الموارد البشريه نقصت. ولكن المنهج ديال العمل هو القرب، هو التنميه المحليه والتنميه الشامله المحليه. انا راه كنقولها للمسؤولين ديالنا بعض المرات تيمشي تيقول له المواطن ولا الفلاح تيسولوا على واحد المشكل يقول له ودي هذا ماشي الاختصاص ديالي، غادي تشوف واحد هذا. تنقول له ماشي هذه هي العمل، العمل هو تحلوا المشكل، اما باش يتصل بهذاك ولا هذاك انت اللي اتصل به شغلك، ولكن انت اللي راك في الواجهه خاص تاخذ الاخر وتجاوب معه. ف غادي احنا في هذه هي المنهجيه. ثانيا الاهميه ماشي غير انه نسمعوا ونمشيو، الاهميه هو يكون المشاركه في التنزيل ديال المشاريع. الدوله حنا غادي نديروا المشروع عنده 4 سنين غادي نكملوه وغادي نمشيو، ولكن شكون اللي غادي يستافد به وشكون اللي غادي يعني تكون الاستدامه ديالو؟ هو انتوما، هما الجمعيات وما التعاونيات. والساروت يعني ديال النجاح هو التنظيم. راه كتشوفوا يعني الا ما كاينش عندك تعاونيه وكاين اسم منظمين ما يمكنلكش تجاوب مع الناس واحد بواحد، خص يكون واحد المخاطب. فبغيت نحييكم وبغيت نشكركم مره اخرى، برافو عليكم، سيت اون بيل اكسبيريونس وتبارك الله عليكم.